مرحبا بالسيد الكاتب العام، مرحبا بالسيد رئيس الجهة، كذلك مرحبا بكل الوفد المرافق للسيد الكاتب العام، كل بصفته مرحبا بكم في حفل أسرة التربية والتكوين بمناسبة نهاية الموسم الدراسي. أولى فقرات هذا الحفل: أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. ضيوف السيد المدير الإقليمي في حفل التميز في هذه السنة الحميدة المتبعة لهذه المديرية، وحتى لا نحرق المراحل ونحرق المفاجآت أترككم اللحظة في، قبل ذلك نقف جميعا لتحية العلم على أنغام النشيد الوطني.
الأستاذ حسن النصري ليلقي كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل. سيد الكاتب العام لعمل تقرير الناظور، سيد الوكيل العام للملك، سيد رئيس مجلس الجهات الشرق، سيد رئيس مجلس الإقليمي، السادة رؤساء المناطق التقنية في الإقليم، السيدات والسادة رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، السادة ممثلو المصالح الخارجية للوزارات، بناتي التلميذات، أبناء التلاميذ، السيدات والسادة الأمهات وآباء التلاميذ، السيدة والسادة المفتشون المفتشات، السادة والسيدات المديرات والمديرون، وسائر العاملين بالقطاع الكريم، جري علي العادة المباركة. نلتقي اليوم احتفال الفكرة 18 لتوقع صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله على عرش أسلافه الميامي، وجري علي التكريم. نغتنم فرصة هذا العيد بتكريم بناتنا التلميذات وأبنائنا التلاميذ الذين أبانوا عن تميزهم الدراسي وحازوا أفضل معدلات خلال الامتحانات الإشهادية، وكذا الشأن بالنسبة للذين فازوا في أنشطة الحياة المدرسية. من خلال هذا الحفل الذي نقيمه تحت شعار التميز الدراسي لعامة أساسية لتحسين مردود منظومة التربية والتكوين التي تعتبر إحدى الدعامات المنصوص عليها في مشروع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030. إن هذا الإقليم العزيز الذي يشهد كسائر الأقاليم وجهات المملكة منذ 18 عاماً خططا هائلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، غيرت كثيراً من ملامحه وحققت نتائج هامة، كان لابد لقطاع التربية والتكوين أن يساير هذه الخطط التنموية ويواكبها من خلال حرصنا على تحقيق التعليم وتوسيع العرض التربوي وتنويعه وتطوير الدعم الاجتماعي وتحقيق الجودة في العملية التعليمية لبلوغ النتائج المتوخات، والتي جعلتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محور اهتمامها، تنفيذا للسياسه الحكوميه واستراره بتوجيهات صاحب الجلاله نصر الله. سيد الكاتب العام، سيداتي سادتي، لقد انطلق الموسم الدراسي في شهر سبتمبر ببنيه الاساسيه ومال البشريه والامكانيات متواضعه، حيث بلغ عدد التلاميذ 94807 تلميذا وتلميذه ينتمي للوسط القروي، منهم 26729 تلميذه وتلميذ بنسبة بلغت 28.19%، يتابعون دراستهم في 189 مؤسسة تعليمية بأسلافها الثلاثة، ويسهروا على تعليمهم 3462 أستاذا وأستاذة و573 إداريا وتربويا بمساعدة طاقم الخدمات الذي يبلغ عدد أفراده 142 فردا. وبالمقارنة مع الموسم الدراسي الماضي فإن هذه الأرقام تشهد نسبة نمو هامة في البنية التربوية الإقليمية من كل الجوانب، فالخطة التربوية الإقليمية تعرف نموا متزايدا متواصلا ونتائج تراكمية تتطور سنة بعد أخرى ولا تعرف أي تعثر أو جمود. إن هذه المديرية تحرص في كل خططها على وضع مصلحة التلميذ نصب عينيها، ما يقتضي منها الحرص على ضمان سير عادي للدراسه بتوفير مستلزماتها من اساتذه وبنيه تحتيه ودعم اجتماعي وتنشيط تربوي وثقافي ورياضي. فبذلنا جهودا جباره لاجل تحقيق ذلك، مدعومين بالمسانده القويه للسيد مدير الاكاديميه الشهويه للتربيه والتكوين لجهه الشرق بوجده، وللسلطات المحلية على رأس السيد العامل والسيد رئيس المجلس الإقليمي، وكذا دون أن ننسى السيد رئيس مجلس الجهات الشرق، مرحبا به في هذا اللقاء لأول مرة، أهلا وسهلا. والمساندة الهامة للمجالس المنتخبة وكل الشركاء والفعالين، ما كان له أثر بارز في بلوغ هذه الحصيلة الطيبة. السيد الكاتب العام، سيداتي سادتي،
إن نتائج امتحانات الإشهاد التي تحققها هذه المديرية كل سنة هي مؤشر قوي وصادق على جودة التعلمات التي نوفرها للتلميذات والتلاميذ في مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بدءا بالتعليم الأولي مرورا بالابتدائي في الإعدادي وانتهاء بشهادة البكالوريوس. ففي يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 تم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا التي جرت خلال شهر يوليو لهذه السنة، وهي نتائج أولية ستكتمل بعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستراكية قريبا جدا، وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة العادية بالنسبة لمديرية الناظور على صعيد الإقليمي 71.91% إقليميا. مقابل نسبة 56.91 شهويا، أي بزيادة قدرها 3 نقاط عن السنة الماضية، وهي نسبة نمو هامة جدا، حيث مكنت الإقليم من احتلال الرتبة الأولى شهويا من حيث عدد الناشئين وعدد الميزات التي بلغ عددها هذه السنة 1251 ميزة، ما بين حسن جدا ومستحسن، وكان نصيب بناتنا التلميذات 766 ميزة، الأمر الذي يؤشر على تنامي الوعي الاجتماعي بأهمية تعليم البنات، وعلى الجهد المثمر الذي يبذله السيدات والسادة العاملين بالقطاع من رجال إدارة ورجال تعليم. وهذه النتائج تحققت في ضمن الإجراءات الصارمة التي تقوم بها الوزارة لتصدير ظاهرة الغش وضمان تكافؤ الفرص وإكسال شهادة البكالوريا قيمتها العلمية الحقيقية. كما احتقت تلامذتنا في مجال الحياة الدراسية أيضا نتائج سارة، فقد واصلت المؤسسات التعليمية مشاركتها في المسابقة الثقافية والبيئية والعلمية الوطنية والجهوية والإقليمية. ففي حق النشاط البيئي فازت مدرسة الحسن الثاني بالناظور بشارة لواء النخبة لهذه السنة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وأضافت إلى هذا الفوز الثاني فوزا آخر لا يقل أهمية، حيث حازت الرتبة الثالثة وطنيا المسابقة مسابقة وطنية تحت عنوان مدرسة نظيفة وحي نظيف حق وواجب. كما فازت الثانوية التأهيلية ابن سينا بزنغان بالرتبة الأولى شهويا في مباراة الصورة البيئية فئة 11-12 سنة وفئة 15-18 سنة، إلى جانب الثانوية العتيقة ثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية. كما عودتنا دائما فازت بدورها بالرتبة الأولى شهويا في هذه المباراة فئة 19-20 سنة. أما في مجال الروبوتاج الصحفي فقد فازت الثانوية الإعدادية الريف، وهنيئا لها، بجمعت إحدهن بالرتبة الأولى شهويا ضمن فئة 14 سنة. في حين فازت الثانوية التأهيلية حسن حسان بن ثابت بزايد في فئة 15-18 سنة. كما فازت مؤسسات أخرى في مباريات ومسابقات عديدة، نذكر منها مسابقة تحدي القراءة العربية الذي فازت به الثانوية الجديدة التي مثلها التلميذ يوسف جحوف، والإقصائيات الجهوية المسرح الذي توج مدرسة الخندق بالناظور بالرتبة الثالثة، وأولمبياد المتعاون الصغير الذي أسفر عن فوز مدارس سيدي حمد السلام والإمام مالك. كما فازت الثانوية التأهيلية مرة أخرى عبد الكريم الخطابي في الإقصائيات الوطنية لفن الخطابة وجائزة الابتكار والإبداع للنادي العلمي بوجدة، ومسابقات كثيرة أخرى يضيق المجال بذكرها فازت بها فيها مدرسة الجاحظ والثانوية التأهيلية للمنطقة الصناعية بسوان،
وثانوي التحصيل وإعداد العلة الفاسي ومؤسسة معبودية التعليم الخصوصي، دون أن ننسى الأنشطة الرياضية التي شارك فيها التلاميذ من مديرية النابور وأبرزوا من خلالها تفوقهم وتميزهم على المستويين الجهوي والوطني. كل هذا يبعث على الفخر والاعتزاز بالمستوى الرفيع الذي بلغه أبناؤنا وبناتنا في ثانوياتنا، ويدل على قيمة الجهود التي يبذلها السادة والسيدات الأستاذات في ربوعها كل ربوعها الوطن، وإلى جانب بطبيعة الحال كل الأطقم الإدارية مديرات ومديرين الحراس عام كلهم ومضاد ومن حق الاكتساب والإدارة ومن حق التربويون، ولا ننسى الفئة مجال التربية وهي فئة الأخير يعني فئة التفتيش في حال السادة سيدة المفتشات والسادة المفتشين، وشكرا جزيلا لهم على كل العمل التربوي الدائم والمؤثر لكل فئات التعليم بإذن الله. سيد كاس العام، إن المخطط الذي وضعته لمديرية السنة الدراسية المقبلة يتضمن إجراءات هامة بإيجاد عناية للوسط القروي وتطوير الدعم الاجتماعي وتوسيع وتنويع العرض التربوي والعناية بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وستحدث فيها إطار أو ستعرف توسع العدد من المؤسسات التعليمية، الأمر يهم 4 مدارس ابتدائية و4 إعداديات و3 تأهيليات، إلى جانب إحداث ثانوية تأهيلية جديدة ستفتح أبوابها هذه السنة إن شاء الله، هي ثانوية بني شيكر التأهيلية، وكما ستحدث بعض الأنوية للثانوية التأهيلية في كل من إعدادية إعزام، إعدادية تسوقي، إعدادية رأس الماء، وكذلك إعدادية النشأة. كما سيعرف العرف التربوي مواصلة توسيع إحداث شعب البكالوريا المهنية لعدد من المؤسسات وزيادة شبكة المؤسسات المحتضنة لإحسان البكالوريا الدولية المرتبطة بمشاريع الرؤية الاستراتيجية للمدرسة المغربية 2015-2030. وبعد نجاح تجربة البكالوريا الدولية والزيادة الطالع عليها، ستشمل البكالوريا الدولية خيار فرنسية 70% من الثانويات التحليلية بالإقليم، ليستفيد منها 50% من تلاميذ وتلميذات وفقا لتعليمات السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين العام. وهدفنا هو العمل إلى جانب كل الفعاليات بالإقليم وتلبية حاجات السكان إلى التربية والتعليم، حتى نكون عند حسن ظن ملكنا نصره الله الذي لا يدخر جهدا في سبيل خير هذه الأمة ورقيها وتقدمها. وبمناسبة هذا الحفل أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة التربية والتكوين بالإقليم بالتهنئة لجميع التلاميذ والتلميذات والناجحين في كل الامتحانات وبكل الأسلاك التعليمية وأسرهم وأساتذتهم. كما أغتنم الفرصة للتعبير عن شكري وتقديري الخالصين للسادة والسيدات الأساتذة والأستاذات العاملين بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي وهيئات الإدارة التربوية والمراقبة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ولكل العاملين بالمديرية من رؤساء مصالح، وكذا للنقابات المهنية الشريك الأساسي لهذا القطاع، وكذا جمعيات الآباء وولياء الأمور على الدعم المتواصل الذي يحيطنا به المؤسسات التعليمية وتعاون المثمر معها ما يعد مساهمة ثمينة في تحقيق هذه النتائج السارة. والشكر موصول كذلك للمنابر الإعلامية والصحافة الإلكترونية المحلية والجهوية والوطنية والتي واكبت كل أعمالنا وأنشطتنا خلال هذا الموسم الدراسي. كما أحيي بالمناسبة السيد عامل صاحب جلالة على إقليم النابور على ما يوليه لقطاع التربية والتكوين بالإقليم من عناية واهتمام ودعم متواصل للمؤسسة التعليمية واهتمام بأمنها وسلامة تلامذتها وكل العاملين بها، ما يشجعنا على مواصلة كل جهودنا لتحقيق ما نصبوا إليه من نتائج. كما أشكر السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق على المساندة التي نلقاها منه والتفاهم الذي يوليه للشأن التعليمي بالإقليم وحرصه على مساعدتنا لتحقيق أفضل النتائج إسهاما في الارتقاء بالتعليم بالإقليم وسائر جهات الشرق. كما أحيي السادة
رئيس مجلس الشرق ورئيس مجلس إقليمي من شرطة ودرك وقوات ومساعدة ووقاية مدنية وسائر الفاعلين على مساهمتهم القيمة في توفير ظروف المساعدة على السير العادي للعمل التعليمي المدرسي منذ انطلاق الدراسة إلى تدبير الناجح لامتحانات شادية. وأشكر كذلك كل الفريق الذي ساهم في إعداد هذا الحفل وفي إنجاحه بدون استثناء طبعا الحال، كما أشكر السيد رئيس المجلس العلمي والسيد مرة أخرى السيد مرحب بالسيد رئيس. أنا أميمة بن يحيى في الثانوية عبد الكريم الخطابي. J'ai maintenant l'équipe TEECO, qui produit un pot écologique autonome PEA, qui est au niveau régional. Nous avons toujours l'équipe de Niaba. طبعا قاعد تصل المجهودات والحمد لله نابح ان شاء الله. نتمنى انه او نيفو ناسيونال نقدم شانت سعادي من بعد الله او نيفو ناسيونال انا راح نقدم البروجي النقدي كازابلانكا ان شاء الله. طبعا غنغفني المؤثرين استاذ مراد لوكيليز عبد الاله الوظاف يمكن غير المجهود ضمقران طبيعه الحال المدير مؤسسه عبد الكريم الخطابي تغرب بدات تبدا الكينه في مار المراحلنا. وشكرا الله امام الوزاني كيف الشعب العليا الرياضيه شعبه علوم رياضيه خيال فرنسي عام 2 غنغيش المسابقه الوطنيه تؤطرها انجاز المغرب. نقدم منتوج النقد في اطار غنغ مجموعه تيكو ندق خروف نخدم زعما اوتوماتيكمون يعني طريقه اللي هي ذاتيه نتمكن اننا نربح في المسابقه الجهويه في وجده ان شاء الله خوان تاخذ الغا الوطني في الدار البيضاء. وشكرا. اغرام ديبارتمون فينونس ديال مجموعه لونتربريز لا جون اونتربريز TEECO اللي كتمثل ثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي في المسابقة الوطنية لإنجاز المغرب أحسن مقاولة شابة. حنا ثانوية تلاميذ شعبة العلوم الرياضية تمكنا أننا نربحوا الجائزة الجهوية اللي تقامت بوجدة في كلية الطب بوجدة في شهر رمضان المبارك. ودابا غنتخذ المسابقة الوطنية اللي غادي نتنافسوا فيها مع الجهات ديال المملكة في الدار البيضاء 12 سبتمبر. ونتمنوا عاوتاني نفوزوا بالجائزة الوطنية وتأهلوا للقاهرة إن شاء الله. هادشي كامل بالدعم ديالكم. شكرا. تلميذة في الليسي عبد الكريم الخطابي المشاركة في المسابقة ديال إنجاز المغرب في لونتربريز ديال TEECO قدرنا نجحنا في المسابقة الجهوية ودابا إن شاء الله وطني في كازا. نتمنى إن شاء الله نجحوا وكنشكر أي واحد ساندنا وعاوننا وأطرنا باش نحققوا هذا النجاح بشعبنا. وثانوية تأهيلية عبد الكريم الخطابي شاركنا في هذه المسابقة ديال إنجاز وتمكننا أن احنا نربحوا المسابقة الجهوية إن شاء الله غادي نربحوا الوطن. ماركي ثانوية عبد الكريم الخطابي شعبة علوم رياضية خيار فرنسية. أنا شاركنا في هذه المسابقة ديال إنجاز والحمد لله قدرنا نتفوقوا على جميع الفرق السبعه اللي كانت معنا وحققنا النتيجه الاولى جهويه. اسمي ديالي جهام بدهني من ثانويه عبد الكريم الخطابي شعبه علوم رياضيه ان شاء الله العام الجاي الباك. جيت اليوم هنايا حضرت بفضل ذاك المشروع اللي درنا اللي نجحنا فيه في المسابقه الجهويه ديال انجاز المغرب. حنايا ليكيب ديالنا TEECO اللي كيصنع دي بو اوتونومي ايكولوجي. شكرا.